قصة عمر ما كانت عندي فكرة نهائيا عليها ولا عمرني بحثت فيها، قصة قرآنية رائعة اللي لازم يسمعها كل مظلوم وكل مبتلى باش ترد فيه الروح. قصة أصحاب الأخدود اللي ذكرها الله في صورة كاملة، وجعل غالب الآية في هذه الصورة كتحكي لنا هذه القصة. في نظركم شكون هما أصحاب الأخدود؟ وفين كانت البلاد ديالهم؟ وشنو هما الأحداث اللي وقعت لهم؟ سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. ما نطولش عليكم اكثر وخليونا نبداو في حلقه قصتنا اليوم. ولكن من قبل الناس اللي مازال ما التحقوش بالعائله ديالنا كنقول لهم مرحبا بكم، اما الناس اللي هما ديجا من العائله فدردركم. وما تنسونيش من انكم تضغطوا على زر الاعجاب، حيت هذا الامر كيخليني باش انني نبحث اكثر ونكون ديما نشيطه على اليوتيوب. لنبدا. ذكر أهل العلم بلي أن هذه القرية نجران اللي هما كانوا على دين نصرانية كانت في اليمن. دليل على هذا في عام الوفود في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا جوه نفوذ السنة 9 من الهجرة يسلمون وكيبحثوا على الإسلام، فكان من أشهرها اللي جو عند الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وفد نصارى نجران من اليمن وناقشوه، وقع واحد الجدال ما بيناتهم حتى نزل مولانا تقريبا 80 إلى 82 آية في سورة آل عمران وكلها في نصارى نجران. وقيل باللي هذه القصة وقعت في زمن الفترة، وهذا الزمن هو من بعث مبعث سيدنا عيسى وبعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي كانت تقريبا 500 سنة. كيقول أهل العلم باللي هذه المدة كتسمى بالفترة، أي فترة انقطاع الرسل. فما بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا عيسى عليه السلام ما كان لا نبي ولا رسول ولا حتى شيخ. المهم هذه البلدة نجران كانت على دين عيسى عليه السلام وكانوا موحدين، من حيث النصارى اللي كانوا مع سيدنا عيسى الحواريين أو الحواري ومعناها صاحب الخالص، فهم كانوا أصحاب عيسى عليه السلام وكانوا مؤمنين زعما موحدون، وما قالوش بلي أنه عيسى ابن الله أو لا صليب، بالعكس كانوا مؤمنين. هاد القرية ديال نجران كيف قلنا كانوا على ملة سيدنا عيسى، والملة معناها الدين. فهاد القرية جاهم ملك ظالم واللي كان الاسم ديالو ذو نواس واللي تهود بمعنى دخل اليهودية وخلى النصرانية، وكان ملك جبار ظالم وأمر أهل القرية باش أنهم يخليوا دينهم ويحتنقوا الوثنية زعما الشرك والكفر، وعاشوا الناس في ضلال. فداز أجيال على هذه الحالة حتى خذ هذا الملك واحد الساحر، وكما تعلمون بأنه اليهود مشهورين بأنهم عندهم السحر، فهذا الملك كان عنده هذاك الساحر وبدأ يكبر وخاف لأنه يموت، وهو يقول لهذا الملك لو أتيتني بغلام نجيب فطن ذكي حتى أجعله خليفة. فعلا هاد الملك الظالم والجبار غادي يجيب ليه غلام، فبدا هاد الساحر تيعلمه وكان بنفس المواصفات وقدر يستوعب هذاك السحر في فتره وجيزه، وفرح به هذاك الساحر وقال بلي انه غادي يكون بحاله والخليفه ديالو مستقبلا. لكن في يوم من الايام هاد الغلام وهو غادي لعند الساحر غادي يلقى في الطريق ديالو واحد الصومعه او لمكان معزول اللي كيتعبدوا فيه الناس، ومشى دخل ليها ويلقى فيها عابد واحد اللي كان باقي على دين عيسى عليه السلام وغير بوحده، وهو يجلس معاه وسمع كلامه، وهذاك الراهب دعا الغلام للتوحيد، ففرح الغلام الساحر بكلام هذاك الشخص وغادي يقبل حيتاش كان باقي غلام بمعنى مازال ما توسخاش الفطره ديالو كامله. حتى لهنا مفاهمين، فهاد الغلام غادي ينوض ويمشي يكمل طريقه لعند الساحر، ولا كل صباح انه كيدوز من طريقه لديك الصومعه عند هذاك الراهب وتيجلس معاه ويتعلم معاه من دين التوحيد والنصرانيه وشريعه عيسى عليه السلام، ومن بعد كيمشي عند الساحر. غادي يغضب الساحر وغادي يضرب هذا الغلام على التاخير ديالو، فشنو غادي يدير هذا الغلام مسكين الا انه غادي يمشي يشكي بالساحر الاستاذ ديالو للراهب، وغادي يقول ليه بلي انه ضربني الساحر وهددني، واذا جاب الله تعطلت المره الجايه فشنو غادي نقول ليه دابا؟ غادي يقول ليه الراهب اذا سولك على التاخير ديالك قول ليه حبسوني اهلي، وان تاخرت على اهلك قول بلي انه حبسك الساحر، وهكا غادي تنجو من غضب الساحر وحتى ديال الاهل ديالك. غادي يستمر هذا الحال مع الغلام فتره من الزمن بين الراهب والساحر، هذا كيدعو لعباده الله
والآخر كيدعوه للشرك وعبادة الأوثان والأصنام إلى ما غير ذلك. وهنا فين غادي تكون الحيرة، إلى أن جعل الله وثاقه اختبار، وعلى طريقه غادي يعرف هذا الغلام باللي أن الراهب على حق. ففي نظركم شنو هو الاختبار؟ في يوم من الأيام الغلام كان في طريقه لعند الراهب، ولقى واحد دابة كبيرة لسدة الطريق، والناس ما كاين منين يدوزوا، وحاولوا أنهم ينحوها ولكن والو. فكل ما قربوا منها إلا وأن هذيك الدابة كتبغي تهجم عليهم. ولما شافوا الناس هذا الغلام هنا كيعرفوه باللي أنه كان مع هذاك الساحر، وباللي أنه غادي يجي في بلاصته، بمعنى خليفة ديالو غيمشيو عند هذا الغلام الساحر اللي شافوه وقف كيشوف ديك الدابة. وقالوا ليه أنت الغلام الساحر وكتعرف السحر، فلتطبق سحرك باش تزيح علينا الدابة. فخذ هذا الرجل الحجر وتوجه لمولانا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فأزح هذه الدابة على طريق الناس. شوية غادي يشدك الحجر اللي قلت لكم قبيلة وغادي يرميه، واللي كان بحجر صغير، وغادي تطيح الدابة على الواد، مع أنهم كانوا ضايرين بها رجال قداشنا هما وحاولوا معها، وتا واحد ما قدر أنه ينجح باش يحيدها. وهنا فين غادي يعرف هذا الغلام باللي هذا الراهب على حق وان الساحر على كفر. فجاو الناس عنده بداو تيشكروا فيه وتيقولوا ليه هذا هو السحر. غادي يجاوبهم وغادي يقول لهم انه ليس بسحر ولكن هذا امر الله تعالى. من بعد كل واحد غادي يكمل طريقه ومشاو، والغلام غادي يمشي عند الراهب وقال ليه شنو جرى ليه، وهو يقول ليه: يا بني قد بلغ من أمرك كما بلغ وأنك اليوم أفضل مني. وهو يعطيه القاعدة، قال ليه: وإنك ستبتلى. ووصاه قال ليه: ولكنك إذا ابتليت فلا تدل علي، زعما ما تدويش عليا. وسبحان الله أجرى الله على يديه شيئا من المعجزات والآيات، فكان يبرئ الأكمه والأعمى والأبرص، وكان كيداوي الناس وكيعالج بزاف ديال الأمراض حتى انتشر الخبر ديالو. اجي نرجعو شويه دابا عند الملك الظالم. كان عنده جلساء، وواحد من الجلساء ديالو كان رجل كفيف اللي غادي يسمع بخبر هذا الغلام باللي بلغ من السحر ديالو انه كيبري الاكمه والابرص وكيداوي الناس الى ما اخره. فهاد الكفيف كان هو من الاغنياء طبيعي، فهو من جلساء الملك. المهم خذا بزاف ديال الهدايا وديال الاموال، وغادي يمشي مع الخدم ديالو عند بيت هذا الغلام، غادي يدخل عليه بهذيك الهدايا وقال ليه: كل ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. ويقول لي الغلام الرباني الصالح اللي مغروش هاد الشي كله اللي كان محطوط قدامه: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. ويقول ليه: فإن آمنت بالله دعوت لك الله يشفيك. غادي يقول لي هذاك الرجل: وماذا أصنع؟ قال ليه: توجه المولانا وآمن بالله وبالربوبية دياله وبالوحدانية دياله والألوهية دياله، وكفر بكل طاغوت يعبد من دونه. وفعلا طبق داكشي كيف امر الغلام، ودعا مولانا باش انه يشفيه، وشفاه الله سبحانه وتعالى ورجع البصر ديالو. غادي يرجع هذا الرجل للمجلس ديالو في حضره الملك الجبار، وهو يشوف الملك ولا انه كيشوف، وهو يسولو: من رد عليك بصرك؟ قال ليه: ربي. قال ليه الملك: اولك رب غيري؟ شوفوا على خبث والتكبر كيفاش داير. غادي يجاوب الرجل: ربي وربك الله. هنا غادي ياخذوا الملك وغادي يعذبوا واحد العذاب عظيم من ضرب وحبس وتعذيب، وحتى حد ما قدر انه يعتقه. وفي الاخير غادي يعترف وغادي يدل الملك والحراس ديالو على هذاك الغلام، ومشاو جابوه. وقال ليه الملك: يا بني لقد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وكدير هذه وهذه وكل هادشي من السحر. قال ليه: اني لا اشفي احدا، انما يشفي الله تبارك وتعالى. وهنا غادي يغضب الملك على هذا الغلام وغادي يعذبه عذاب شديد، وفي وسط هذا العذاب غادي يعترف الغلام وغادي يدلو على الراهب، ومشاو جابوه. وحتى هو غادي يعذبه عذاب شديد وبززو عليه باش انه يتراجع على الدين ديالو، ولكن غادي يرفض. فشنو غادي يدير هذا الملك في نظركم؟ غادي يجيب واحد المنشار وغادي يشق به الراهب من راسه لرجليه على زوج، غادي يقسمه على زوج. تخيلوا على بشاعه وخبث. نفتحوا واحد القوس في عهد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، غادي يجي واحد الرجل من الصحابه اللي عند سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وقال له: اما ترى ما نحن فيه، زعما من تعذيب الى ما غير ذلك، الا تستنصر لنا ربك، رعينا تعذبنا. فقال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل ثم ينشر بالمنشار من مفرق راسه الى اخمص قدميه، ثم يمشط بامشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ولا يرده ذلك عن دينه،
ولكنكم قوم تستعجلون. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان تيهضر على هذه القصة نتاع أصحاب الأخدود. نرجع للقصة ديالنا، هذا الراهب فعل به كذلك كيف ما حكى لنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا النوع نتاع التعذيب الخبيث. ثم جاء بجليس الملك هذاك اللي كان كفيف وطلبوا منه باش أنه يكفر بمولانا ويخلي هذا الدين ويرجع لعبادة الأوثان والأصنام، ولكن غادي يصر وغادي يثبت على الدين التوحيد. وهو يوضع ليه الملك المنشار على رأسه ثم شق نصفين قدام هذاك الغلام، ومن بعد غادي يجيبوا الغلام وقالوا ليه نفس الهضرة، ولكن حتى الغلام كان ثابت ولم يستجب لهم. ونفتحوا قوسين، هذا هو الثبات لله يرزق كل واحد فينا بحاله، ثبات إلى الممات. المهم فعلا تعذبوا أثناء الموت ديالهم، ولكن في الأخير غادي يربحوا الآخرة، والعذاب نتاع لحظات قبل الموت ديالهم لا يساوي شيئا من العذاب الأخروي. المهم الملك الظالم غادي يطلب الجند ديالو باش أنهم يديوا الغلام لقمة الجبل وطلبوا منه باش أنه يتراجع على الدين ديالو، إذا وافق فراه مزيان وإذا لا فغادي يلحوه من هذيك القمة. فعلا داوه، وبدأ هذا الغلام تحرك شفيف ديالو تيقول اللهم اكفنيهم بما شئت. تخيلوا شنو غادي يوقع، غادي يتزعزع الجبل وغادي يطيحوا الجنود من الجبل للواد، وغادي يرجع الغلام للمدينة. الملك غادي يتعصب وغادي يقول ليه ماذا فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تبارك وتعالى. ثم غادي أمر الجنود واحد آخرين ويقول لهم اذهبوا به وضعوه في قرقور، والقرقور بمعنى السفينة الصغيرة، وسيروا في البحر حتى توصلوا لشي مكان اللي هو هايج وسولوه واش يتراجع، فإذا وافق رجعوه وإذا ما وافقش لحوه. غادي يطبقوا هاد الشي، ولما وصلوا بهاد الغلام غادي يحرك من جديد شفيف وغادي يقول اللهم كفينهم بما شئت، وغادي يغرقهم مولانا وينجي الغلام ويعود يرجع للمدينة. الملك سخف ما صدقش شنو واقع وبدأ يسول فين هم هاد الجنود وشنو درتي بهم. قال ليه كفانيهم الله بما شاء، وغادي يقول الغلام لهذا الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال ليه وكيف أقتلك؟ قال ليه جمع الناس كلهم في يوم مشهود وخذ سهم ووضعه في كبد القوس وقل بصوت مرتفع باش يسمعك الناس بسم الله رب الغلام، ويسول الملك وستموت؟ غادي يقول ليه الغلام سأقتل، ولكن الغلام عنده مغزى واحد آخر. سمعوا فعلا غادي يخرج هذا الملك في يوم مشهود ومعاه الحاشية ديالو والحراس، وغادي يجمع الناس كلهم وكل الأصناف، غادي يصلبوا الغلام على واحد الجذع عالي وخذ واحد السهم وحطه في القوس وقال بسم الله رب الغلام، وهو يشير بدك السهم ودخل في الغلام وأعلن شهادته وطاح شهيدا وسعيدا. فبالنسبة للناس وصلتهم الرسالة بلي أنه ما غاديش يقدر بكاع داك الجبروت ديالو والقوة اللي تيملك والخدم والجنود والحراس والحشم إلى ما آخره باش أنه يقتل هذاك الغلام إلا إذا إن شاء الله تعالى. وتخيلوا يا سبحان الله هاد الجموع كامل هالغفيرة كلهم في دقة واحدة غادي يهتفوا بآمنا برب الغلام ورجعت القرية للتوحيد ونبدو ذاك الشرك وعبادة الأوثان. فالملك في هذه اللحظة جن جنونه وبغى باش أنه يقتل كاع دوك الناس، وغادي أمر الجنود ديالو باش أنهم يحفروا واحد الأخاديد في السكك والطرقات، وكانت أخاديد عظيمة وعامرة بالنار الملتهبة اللي زادوا فيها الحطب وغادي يهيجوها، وجابوا كاع دوك الناس اللي آمنوا بمولانا وبداو كيختبروهم، كل واحد كيسولوه أكفر برب الغلام وإلا غادي نرميوك في هذه الحفرة. ويا سبحان الله الناس غادي يثبتوا مع الحق اللي شافوه مع الغلام وباللي النافع الضار هو رب الغلام والناس أجمعين. اختبار كان عظيم. ومن ضمن هاد الناس كما جاء في صحيح مسلم واحد مرة كان معها الرضيع ديالها، جابوها باش أنهم يلوحوها في ذيك النار، فخافت على الرضيع ديالها وجاتها العاطفة ديال الأمومة وترددات بعض الشيء، وما يطمعوا فيها الجنود ويسحب لهم باللي أنهم غادي تكفر، فأنطق الله على رضيعها وهو يقول يا أمه صبري إنك على حق، وزاد هذا الأمر من ثبات هذا المرأة وأيقنت بأنها على حق وميلحوها هي والرضيع ديالها، لقوله تعالى إذ هم عليها قعود. هذوك الناس اللي كانوا فرحانين من جنود إلى ما غير ذلك وهم كيشوفوا دوك المساكين كيتلاحوا في ديك العافية كيتحرقوا،
في ديك الاخاديد، وفيهم اللي كيغوت وفيهم اللي تيبكي، وفيهم صغار والكبار والعجزة والرضع والنساء. قد قال الله تعالى: والسماء ذات البروج. والواء جات هنا بالقسم، مولانا كيقسم بالسماء وببروجها. وقيل باللي انه البروج هي النجوم، وقيل هي منازل الشمس والقمر. ومن بعد قال: واليوم الموعود، ومعناها يوم القيامة. وشاهد ومشهود، وشاهد هو يوم الجمعة اللي قسم به مولانا، والمشهود هو يوم عرفة. قتل أصحاب الأخدود، وهذا جواب القسم. النار ذات الوقود، يعني المتأججة لنوضها، إذ هم عليها قعود. هاد الجنود والحراس والملك اللي كانوا ناشطين حول هاد النار وكيستمتعوا بتعذيب هاد المساكين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فبقوت ما هاد النار اللي كانت عظيمة بدات كترتفع وكترتفع حتى حرقت الملك والظالمين اللي معاه. وهذه قصة أصحاب الأخدود اللي صراحة ما كنتش عارفة فيها ولا شيء. خلاصة من هذه القصة القرآنية: كما تدين تدان. فهذو اللي صبروا وتعذبوا لهم جزاء عظيم مع مولانا في الآخرة، في هذه الحياة وحدة أخرى شيء يدوم من نعيم إلى ما آخره. أما هذوك الظالمون فلهم عذاب شديد. كنتمنى ان هذه الحلقه تكون نالت اعجابكم، وكنتمنى باش انها تلهمكم في الحياه اليوميه ديالكم. اي واحد عنده شي مشكل، اي واحد تيدوز من شي شده في الدنيا ديالو، فليعلم باللي ان مولانا راه معاه، وباللي مهما تزيرات عليه واحد النهار غادي يرخفا عليه. ولا شيء سيدوم، الدنيا خمس دقائق وكل شيء غادي يفوت، وما غادي يدوم الا الاعمال والخير والصفاء نتاع هذا القلب مع مولانا الكريم. شكرا لمتابعتكم، شكرا مرة أخرى لأنكم كنتوا سبب باش أنني عرفت هذه القصة. شكرا على وجودكم، شكرا على دعمكم، وما تنسونيش أنكم تضغطوا على زر الإعجاب، حيت هذا الأمر كيحمسني باش أنني نجتهد أكثر. وما تنسونيش إذا ما فيكم اللي كتبت شي تعليق خليوا لي ولو نقطة، فراني كنقرأ كل شي. شكرا من القلب، ونتلقوا في حلقة مقبلة إن شاء الله. سلام سلام.